والمعلوم يا إخوة أن العلماء يقولون إن للهداية سببا ووقتا، إن للهداية سببا ووقتا، فإذا وافق السبب الوقت حصلت الهداية. ماذا نستفيد من هذا يا إخوة؟ نستفيد من هذا أن لا نمل من بذل أسباب الهداية. عندك ابن في البيت عاصي عاق، انصحه وكرر النصح ولا تمل، وإياك أن تقول هذا لا خير فيه، فإن للهداية وقتا، فإذا وافق السبب الوقت حصلت الهداية. ألا ترون أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وسمعه القرشيون وهم عرب فصحاء، وهو أبلغ البشر وأفصح البشر، وجاء بكلام الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أسلم قليل منهم، وبعضهم لم يسلم إلا بعد سنة أو سنتين، وبعضهم أسلم بعد سنين طويلة لما وافق السبب الوقت. فينبغي علينا أيها الإخوة أن لا نحتقر الأسباب الشرعية للهداية.